أسعد الله أوقاتكم بكل خير، معكم عالم صقر. وصلنا إلى إحدى المتاحف الجميلة الرائعة، كما تشاهدون جمال هذا المتحف، متحف سميثسون الجميل ومقتنياته المختلفة. كما تشاهدون منحوتات أثرية، وهنا يوجد أيضا كما تشاهدون هنا هذا الشخص الأمريكي اللي غزا الفضاء كأول رجل في أمريكا طار إلى الفضاء. انظروا أيضا مقتنيات هذا المتحف كما تشاهدون، يعني رائع جدا. هنا يوجد غصن، فراشات، عقار. مع التحيات من الصغير متحف سميثسون. متحف جميل ورائع. كما تشاهدون هنا يوجد مجموعة من مقتنيات هذه الصخرة، عمرها تقريبا 1.8 مليون سنة. وتشاهدون هنا أيضا مقتنيات كثيرة جدا في هذا المكان. متحف جميل جدا، متحف سميثسون في العاصمة الأمريكية واشنطن. كما تشاهدون المقتنيات في هذا المكان، البازة القرن 19. وأيضا هنا يوجد مقتنيات خشبية، وأيضا هنا يوجد مجموعة من التصاميم الجميلة في هذا المتحف. كما تشاهدون كرسي أصلية في هذه القلعة. هذه طبعا نحن في قلعة، هذه التي أمامكم جميلة في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن. مع تحيات عماد الشكل الصغر من ذا سميثسون ستيشن بيلدينج، انتم في رعاية الله.